بسم الله والابن والروح القدس احد امين. فتهل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. تعيشوا وتصلوا وتعيشوا وترنموا، ربنا يديكم كلكم نعمه وبركه. نكمل مع بعض الاصحاح السادس من انجيل معلمنا متى. واحنا زي ما انتم عارفين ان احنا دلوقتي في الموعظه على الجبل، ودخلنا في الايه؟ في التقيل. دخلنا في التقيل، اتكلمنا في الإصحاح السادس عن حاجتين. حاجة الأولانية هي الصدقة، وإزاي الصدقة تكون زي الصدقة تكون بالطريقة اللي ربنا يسوع المسيح علمها لنا، ونفس الكلام في الصلاة، ونفس الكلام في الصلاة. وقلنا إن الصدقة والصلاة الاثنين يجب إنك أنت تعملهم من أجل محبتك لربنا، مش من أجل المجد الباطل أو أن أنت تاخد مجدا من الناس. كان في مقولة للعلامة أوريجينوس عجبتني جدا في الموضوع ده، هوت حبيت أقولها لكم النهاردة تعقيبا على كلامنا المرة اللي فاتت واللي قبليها عن الصدقة وعن الصل. علامة أوريجينوس يقول إيه؟ كما يتخاصم الماء والنار دائما، يعني المية والنار ما فيش بينهم عمار، يعني في ميه ما فيش نار، في نار ما فيش ميه، ما يجتمعوش ابدا مع بعض، فهما لا يمكن ان يجتمعا، هما الميه والنار. هكذا يتخاصم المجد الباطل والفضيله، المجد الباطل والفضيله، فهما لا يمكن ان يجتمعا في النفس الايه؟ في النفس الواحده، في النفس الواحده. لحظه واحده يا جماعه، جاي لكم تاني لحظه. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي هو بينشغل بالمجد الباطل صعب جدا او استحالة تلاقي عنده الفضيلة، والانسان اللي عنده الفضيلة صعب جدا تلاقي جواه محبة المجد الباطل، صعب جدا تلاقي جواه محبة المجد الباطل. الكلام ده اللي ارتكز عليه كلام ربنا يسوع المسيح عن الصدقة وعن الصلاة. الصلاة برضو علمنا ان احنا ايه؟ ان احنا ما نكررش الكلام باطل كالأمم، بمعنى ان احنا يكون عندنا ايمان ويكون عندنا ثقة ان الكلام اللي بنقوله ده هوت بيصل الى اعماق الله، والله قادر ان هو ايه؟ يجيب. بعد كده تدخل بعض الناس وقالوا له ايه؟ قالوا له رب، طب ما انت بتكلمنا على الصلاه كده، طب ما تقول لنا نصلي ازاي، ما تقول لنا نصلي ازاي. فهناخد النهارده بس مجرد مقدمه وايه واحده عن الصلاه الربانيه لاهميتها. ليه بقى؟ لان الصلاه الربانيه نموذج للصلاه من وضع الله ذاته الذي يقبل الصلاة والذي نقدم له الصلاة، عشان كده بنسميها الصلاة الربانية. فاكرين لما كنا بإيه؟ كنا بندرس كده ونذاكر زمان، كنا نيجي نحل امتحان وبعدين نقوله إيه؟ عايزين الإجابة النموذجية عشان نقارن ما بينها وما بين إجابتنا، عشان أنا عايز أجيب 100%. الإجابة النموذجية أخدها وأحفظها، ولما تسأل السؤال أجاوب إجابة نموذجية. فالصلاة الربانية هي النموذج أو الإجابة النموذجية لأي صلاة. ليه؟ لأن اللي قال لنا عليها هو اللي بيقبل الصلاة، وهو اللي بيقدم له الصلاة. يعني كأنك بالظبط كده إيه؟ هتروح تمتحن عند ايه؟ عند بروفيسور، ودي كانت بتحصل معنا زمان للاسف. يعني كان كل استاذ في الجامعه ليه طريقه معينه تجاوب لي السؤال بيها،
فيقول لك ايه، يقول لك انت لو داخل عند الدكتور مثلا سين جاوب له الاجابه دي، ولو نفس السؤال عند الدكتور صاد جاوبه الاجابه دي. ليه؟ كل واحد عنده الاجابه النموذجيه بتاعته. فالصلاه الربانيه هي نموذج للصلاه من وضع ذاك الذي يقبل الصلاه والذي نقدم له الصلاه. عشان كده الكنيسه تعتز بالصلاه الربانيه جدا جدا، فترددها كثيرا جدا. كثيرا ايه؟ كثيرا جدا، ودايما تخليها في بدايه ونهايه كل خدمه لترجي. بدايه ونهايه كل خدمه ايه؟ كل خدمه لترجي. الصلاه الربانيه دهيت عامله زي ايه؟ عامله زي ملك حب يعلم الناس عنده في المملكه ازاي يقدموا طلبات ليه، او ايه الطلبات اللي هتتقدم له وتبقى مجابه عنه. فعمل لهم ايه؟ عمل لهم لسته كده بالطلبات المجابه عند الملك واداها لهم. فده يبين ايه؟ يبين ان الملك عنده استعداد ان هو يجيب طلبات سكان المملكة بتاعته لو هم طلبوا الطلبات اللي هو كتبها، اللي هو عرفهم ايه؟ عرفهم بيها. دي معنى الصلاة الربانية. قديس كبريانوس يقول ايه؟ يقول لنصلي ايها الاخوة الاحباء بما علمنا اياها الله معلمنا، فانها صلاة جميلة ولطيفة. صلاة جميلة وايه؟ ولطيفة. إذ نسأل الله بذات كلماته، يعني احنا بنكلم ربنا بكلماته اللي علمها لنا، ونرفع إلى أذنيه صلاة المسيح نفسه، ونرفع إلى أذنيه صلاة المسيح إيه؟ المسيح نفسه. عارفين لما واحد كده هو تيجي ويقول محاضرة كده في حضور ناس عظماء، فتلاقيه إيه؟ يقول إيه؟ يقول الموضوع الفلاني قال فيه فلان الفلاني اللي هو معلمي اللي هو قاعد ده الحاجة الفلانية، ويذكر اسمه ويذكر الكلام اللي هو قاله. فلما يجي فلان الفلاني ده هيقيمه حلو، لأنه ذكر له كلامه اللي هو علمه له في يوم من الأيام، اللي هو علمه له في يوم الايه من الأيام. ليعرف الآب كلمات ابنه عندما نرفع الصلاة، وليسكن في صوتنا ذاك الذي يسكن في صدورنا. لقد قبلناه شفيعا لدى الآب بسبب خطايانا، لذلك نتوسل نحن الخطاة بذات كلمات الشفيع، إذ أنه يقول إن كل ما طلبتم من الآب باسم يعطيكم، فكم بالأكثر إن سألناه باسم المسيح وبذات صلاته. بذات إيه؟ بذات صلاته. يعني ربنا يسوع المسيح قال كل شيء هتطلبوه من الآب باسمي هيديكم. طب احنا بس مش هنطلب باسم المسيح ده، هنطلب باسم المسيح وبصلاة المسيح اللي علمها لنا. فتخيلوا أهمية الصلاة الايه؟ الربانية. أهمية الصلاة الربانية. هنا هوت بيبتدي الكلام ويقول فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. أديك الشنودة معنا؟ أيوة. ممكن نقرأ لحد ما نخلص الصلاة الربانية. فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. نفس الكلام ونفس الصلاة اتكررت أيضا فين؟ اتكررت في إنجيل معلمنا لوقا، إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 11. صح 11 مين يحب يقرأ معنا يا جماعة؟ أستاذ مجدي مخيل تحب تقرأ معنا؟
مين رفع ايده؟ أو يا أبونا اتفضل في حد رفع إيده تاني إذا كان أوكي. اتفضل من واحد لأربعة. أوكي. مدام موندا بعد كده. ماشي. وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. وقال لهم وقال لهم متى بعدها لو حد تاني عايز يصلي لا اتفضل لحد يقرأ. أربعة. فقال لهم: ماذا صليتم؟ فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. تمام، كتر خيرك يا استاذ ماهر. طيب ماشي يا بابا. الكلام ده هو موجود في الاناجيل، نشوف ايه؟ نشوف تفسيره في رسائل بولس الرسول، فنلاقي الكلام ده برضو موجود في غلاطيا، رساله بولس الرسول الى اهل غلاطيا الاصحاح الرابع من عدد اربعه لعدد سبعه. اتفضلي يا مدام موندا، من عدد اربعه لعدد سبعه. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما إنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا: يا أبا الآب. بالظبط كده. انا مبسوط خالص من قرايتك مدام موندا، لان الكلمه دي صح، مش يا ابا الاب، يا ابا الاب. ابا دي كلمه، الكلمه الايه السريانيه، الكلمه ايه لكلمه بابا، زي عندنا في الصعيد يقول لك ايه يا بوي او ابا. مش في الصعيد بيقولوا كده برضو يابا؟ يقولوا يابا. فالكلمه دي معناها يا ابا الاب، يعني يا أبويا الآب. تفضل نمرة سبعة. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. ولكن تمام. حينئذ إذ كنت سوري لا خلص كده لا لا تمام. الصلاة الربانية بقى اللي فيها إيه؟ اللي فيها يا أبانا، اللي فيها يا أبانا. برضو نلاقي كلام قريب جدا من الكلام ده في رسالة بولس الرسول لأهل روميا الإصحاح الثامن، الإصحاح الثامن من آية 9 لآية 19، آية 9 ل 19. معانا دي كون شنودة من 9 ل 19. أيوة. وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان حد المسيح 19 فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيئة، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذا أيها الإخوة، نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. أبانا الذي، يا أبان اتفضل. إن لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ: يا أبا الآب. تمام. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. تمام، كتر خيرك.
حبيت بس اجيب لكم النصوص دهيت عشان تعرفوا نقارن ما بينها، ومن خلال المقارنة نقدر نفهم ربنا قصد ايه منه يعلمنا الصلاة دهيت، قصد ايه من هو يعلمنا الصلاة دي. واحنا لما نيجي نقول لله يا أبانا بنقوله ازاي؟ يعني ازاي اقول كلمة أبانا؟ مفيش حد ابدا اتكلم على الموضوع أبانا دي في اي ديانة تاني غير في المسيحية. كلمة أبانا الله يعتبر أب ليا، دي موجودة فقط في الإنجيل ويسموها كنز العهد الجديد، كنز العهد الإيه؟ الجديد. لما نبص للصلاة الربانية بنظرة عامة كده نلاقي الصلاة ده هي فيها سبع توسلات. ثلاث توسلات بروح البنين تخص الآب، يعني إيه؟ يعني حاجة تخص ربنا، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، لثلاث توسلات. وفي أربع توسلات تخصنا إحنا اللي هو إيه؟ خبز الحياة اليومي، خبزنا الذي غد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا، لا تدخلنا في تجربة، نجنا من الشرك. دول الإيه؟ السبع توسلات اللي موجودين في الصلاة الربانية. أول ثلاث توسلات اللي هم بنقولهم بروح البنين اللي يخصوا مجد الله الآب، بنقولهم لأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مش كده؟ المسيح هو الله الظاهر في الجسد ونزل إلينا على الأرض وعلمنا الصلاة ده هي. فكأننا بنطمع في المسيح اللي جالنا من السماء إنه ينزل معاه ثلاث حاجات: قداسة اسمه، مجد ملكوته، وصلاح مشيئته على الأرض زي ما هي في السماء. يعني يا رب زي ما اسمك مقدس في السماء اجعله مقدس على الأرض، ما انت جيت لنا على الأرض. يا رب زي ما ملكوتك موجود وعايش فيه الملائكة والقديسين خليه على الأرض، احنا كمان نقدر نتمتع بيه. يا رب مشيئتك دايما صالحة، يا رب خلي مشيئتك تبقى موجودة واحنا كلنا نتمتع بيها وبصلاحها. ده بشكل عامل ايه الصلاة الربانية. تبتدي الصلاة الربانية بكلمة أبانا، وهتلاقوا بعد كده ان كل الضمائر بتاعت المخاطب في الصلاة الربانية هي ضمائر في صيغة الجمع، يعني ما بتقولش أبي، تمام؟ ما بنقولش حاجة فردية، بتقول اغفر لنا، خبزنا، حاجات كلها ايه؟ كلها في صيغة الجمع. دي تبين لنا ايه؟ تبين لنا ان الصلاة الربانية هي في اصلها صلاة جماعية مش صلاة فردية، صلاة جماعية مش صلاة فردية. ولو صلاها الانسان او الفرد لوحده فهو يصليها بروح الجماعة. بروح الجماعة يعني ايه؟ يعني انا ما بصليش من اجل نفسي بس، انا بصلي من أجل كل عضو من أعضاء الكنيسة اللي أنا زيهم إخوات مع بعض. نرجع لها الحتة دي كمان شوية. برضو بداية الصلاة الربانية بكلمة أبانا تبين لنا إن الله وحده هو الذي تجب له الصلاة. أبانا أنا بكلم ربنا، سيد المسيح قال لما تصلي كلم ايه؟ كلم ربنا. يبقى الصلاه لا تجب الا ايه؟ الا لله وحده. الحاجه الثانيه تبين باي داله بتقترب الى الله، بداله البنين. يعني انت ايه؟ مش بتتكلم مع ربنا كانه شخص غريب عنك، ده انت بتتكلم عنه كانه ابوك، يا ابي، تقول له يا ابويا أو يا أبونا. وكلمة أبونا بتحمل معنى زي ما تقولوا كده إيه؟ الدلع، يعني بتتدلع على ربنا. الدالة، كلمة دالة يعني إيه؟ يعني بتتدلع عليه، بتقول له أنا ابنك، أنا حبيبك. فلما تيجي تكلم ربنا بهذه الدالة
تعرف بالظبط انت ايه، انت ليك داله وليك حظوه عند ايه، عند ربنا. ما خبيش عليكم الكلمه بتاعت ابانا دي كانت موجوده ايضا في العهد القديم. يعني ايه؟ يعني مش العهد الجديد بس اللي حمل اللقب الالهي ابانا، بل كان موجود ايضا في العهد الايه؟ القديم. هنلاقيه في ملاخي مثلا، ملاخي واحد عدد سته. استاذ مجدي ممكن نقرا الايه نمره سته؟ حاضر. الابن يكرم اباه والعبد يكرم سيده، فان كنت انا ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين هيبتي. قال لكم رب الجنود ايها الكهنه المحتقرون اسمي وتقولون بما احتقرنا اسمك. الآية دي محفوظة كلنا عارفينها، الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أباً فأين كرامتي؟ كانت موجودة، كان موجود هذا اللقب لله، لقب أبانا أيضاً في العهد القديم. نلاقيه أيضاً في سفر أشعياء. سفر أشعياء من البدايات خالص، إصحاح الأول آية 2، مدام موندا آية 2. اسمعي أيتها السماوات وزغ أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأت أمهم فعصوا علي. هنا هو بيقول ربيت بنين ونشأتهم أمهم فعصوا إيه علي. ده برضو من الآيات المحفوظة، برضو لقب الأب موجود. ونفتكر برضو إن ربنا قال على لسان موسى في سفر الخروج وفي سفر التثنية عن شعب إسرائيل وعن خروجه، يقول كما يحمل الأب ابنه على كتفه قد حملتكم من أرض مصر وأتيت بكم إلي. برضو كان موجود. ونلاقيه أيضا في سفر أشعياء 63. أشعياء هو النبي الإنجيلي زي ما احنا بنقول، عدد 16. دي كنت شنو ده عدد 16؟ فإنك أنت أبونا، وإن لم يعرفنا إبراهيم، وإن لم يدرنا إسرائيل، أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك. أوضح آية في العهد القديم تتكلم على أبوة الله، فإنك أنت أبونا، أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد إيه اسمك. اللقب بتاع أشعياء النبي الإنجيلي مش جاي إيه، مش جاي من فراغ. يبقى كان لقب الله كأب موجود من العهد القديم، لكنه لم يعلم تمام العلم كأب إلا بعد ما جاء المسيح. فعرفنا الآب وأبوته من خلال ربنا يسوع المسيح. كان نسي الشعب أبوة الله لهم من أجل الخطية اللي كانوا عايشين فيها، فجه ربنا يسوع المسيح عشان يصحح كل المفاهيم ويرجع إيه، ويرجع الشعب العاصي إلى الإيه، إلى البنوة. نسيوا إن ده أبوهم، فنزل ابن الله لكي يردنا إلى الله، لأن هو الابن فوخدنا فيه نكلم الآب به زي ما هو بيكلم إيه، بيكلم الآب. يقول حد من الآباء، الله في حبه للإنسان يريده أن يكون ابنا له. يعني ربنا من كتر حبه فينا عايز إن هو إيه، إن هو يتبنانا زي ما كان عامل مع آدم، زي ما كان عامل مع آدم. ونلاقي في واحدة من سلاسل الأنساب بتاعت السيد المسيح يقولوا ابن آدم ابن الله، ابن آدم ابن الله. فالله عايز من عنده، من تفضله، من نعمته علينا، إنه يديك لقب الابن. عايز يسميك ابنه، عايزك تحمل صورته، عايزك تسلك على مثاله. ولكن هذا المفهوم، مفهوم البنوة لله، فقدوا الإنسان من خلال الخطية. عشان كده نلاقي الابن الضال لما يرجع لنفسه يقول أنا هرجع لأبويا، وأقول له إيه؟
واقول له يا رب يا ابي انا غير مستحق ان ادعى لك ابنا، لان الخطيه نسته موضوع البنوه، الخطيه فصلته عن ابوه وفقد ايه؟ وفقد بنوته. فلم يستطع الانسان قديما ان يرفع عينيه ليحدث الله كابن مع ابيه، ولكن في عهد النعمه دخل الانسان مره تانيه بواسطه السيد المسيح ابن الله الى البنوه لله. بواسطه السيد المسيح وبواسطه ايماننا بالفداء واقتيادنا بالروح القدس ومحبه الله لنا. يعني انت بقيت ابن لربنا من اجل اربع حاجات. اول حاجه من اجل شفاعه الابن فينا. لا يستطيع احد ان ياتي الى الاب الا ايه؟ الا بي. علمنا يا رب كيف نصلي، قولوا ابانا. هو ده المسيح اللي بقربنا وبيدينا ايه؟ وبيدينا اللقب. ايضا يا احبائي ايماننا بفداء ربنا يسوع المسيح يعطينا التبني، زي ما موجود في ايه؟ في كولوسي واحد. استاذ مجدي من ايه 20 لايه 22، كولوسي واحد من ايه 20 ل 22، اتفضل. حاضر يا مولانا. وان يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الارض أما في السماء. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين أو أعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صلحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. حلو، أهو ده. أنتم كنتوا في الأول أجنبيين أعداء، دلوقتي لا، دلوقتي بقيتوا إيه؟ بقيتوا أبناء. ليه؟ لأن في فداء، في إيمان بالإيه؟ بالفداء. أيضا يا أحبائي اقتيادنا أو سماعنا لروح الله يخلي كل واحد فينا ينال التبني، ويبين في حياته إن هو إيه؟ إن هو متبنى من الله، زي ما لسه قريب من شوية في رومية 8، لكن اقراها تاني من عدد 14 لعدد 17 مدام موندا. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. هل يبقى البنوة دي خدناها بإيماننا بالمسيح وفدائه، باقتيادنا أنا مقاد بروح الله، الذين ينقادون بإيه؟ بروح الله، فأولئك هم أبناء الله. أنا روح ربنا بيقودني مش روح العالم، فلذلك أنال الإيه؟ التبني. بالنال التبني برضو يا أحبائي من أجل إن الله أحبنا، حبيت ربنا عايز يخليك ابنه، عايز ينعم عليك بالإيه؟ بهذه النعمة. فنلاقيها في يوحنا الأولى 3:1، تكون شنودة. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندع أولاد الله، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. بالظبط، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يا رب من حبك اديتني إن أنا إيه؟ إن أنا أدعى ابن ليك. يا أحبائي التعليم بأبوة الله للإنسان هو من أمجاد الإنجيل ومن أمجاد الديانة المسيحية، ولا أثر له إلا في الكتاب المقدس زي ما قلت في الأول. وقد بنيت على هذه الأبوة أمومة الكنيسة للمؤمنين وأبوة الرعاة للرعية. يعني اللي احنا تعلمناه من ربنا في موضوع بنوتنا ليه، اتعلمته الكنيسة
وصارت الكنيسة أم لكل مين؟ لكل واحد. وصار الخادم أو الراعي أب لكل إنسان. عشان كده إحنا نسمي الخدام الرعاة، نسموهم أبونا من أول البطرك، نسمي أبونا البطرك، أبونا الأسقف، أبونا الكاهن. ليه؟ لأن هذه الأبوة إيه؟ انتقلت لينا أيضا، انتقلت لينا، تعلمناها الأبوة والإيه والبنوة. نلاقي بطرس الرسول يتكلم عنها أيضا في إيه؟ في بطرس الأولى 5 من عدد 1 لعدد 4. أستاذ مجدي، من عدد 1 لعدد 4. حاضر يا أبونا. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلن نظارا ارعوا رعية الله الذي بينكم نظارا، لا على الاضطرار نظارا، لا على الاضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر؟ مش جاي. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكلين المجد الذي لا يبلى. هي دي البنوة أو الأبوة اللي تعلمناها من إيه؟ من ربنا، إن الراعي يهتم بالرعية ليس عن اضطرار بل بالاختيار، ويبذل نفسه عن إيه؟ عن الرعية. وده لقناها بنلاقيها برضو واضحة جدا في مثل الراعي الإيه؟ الصالح. طيب يفيدني إيه أنا؟ يفيدني إيه أنا كمسيحي المعلومة دي؟ إن أنا أعرف إن أنا ابن لله. تفيدني في إيه؟ في الصلاة يعني. تفيدني في حاجتين، وأنا بصلي هيبقى عندي جرأة وثقة، جرأة وثقة. إزاي؟ جرأة عشان أتكلم مع ربنا وأقرب إليه بالصلاة. وفي حد يقف قدام ربنا كده بسهولة؟ ده الملائكة بترتعب منه. تخيلوا لما حب ينزل على الجبل ويكلم شعب بني إسرائيل، الجبل كله دخن، وكان اللي بيقرب من الجبل والمس يموت، والصوت اللي ربنا كان بيتكلم بيه كان زي صوت بروق ورعود، وصوت مخيف جدا، لدرجة ان شعب إسرائيل قال لموسى لا 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 اطلع انت واسمع من ربنا وقول لنا، ده احنا هنموت مش قادرين نستحمل. فلما تعرف ان انت بتكلم الله ابوك، يبقى عندك جرأة انك تتكلم معاه. الواحد يقدر يطلب من ابوه اي شيء، لكن من واحد غريب، من واحد ذو منصب، ما يبقاش فيه نفس الجرأة اللي انا بتكلم بيها مع ايه؟ مع ابوي. في نفس الوقت بيكون عندي ثقة، ما انا بكلم ابويا، انا واثق ان ابويا قادر ومستعد ومتلهف انه يعينني، عشان كده اكلمه براحتي واطلب اللي انا عايزه، اطلب كل اللي انا ايه اللي انا عايزه، اكتر اقلل كل شيء، انا بكلم ابويا، عندي جرأة وعندي ايه وعندي ثقة. كلمة أبانا برضو يا أحبائي بتعلمنا إن ليك حد تاني أخ ليك في المسيح، ما هو قلش أبويا بس، قول أبانا، يعني يعني في واحد تاني هيقول برضو أبانا، والاتنين وأبوك أو أبوك وأبوه واحد، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه قرابة وأخوة لمن هم في الإيمان. ومين هيقول أبانا إلا إيه؟ من يظهر إيمانه بالمسيح. عشان كده يا أحبائي، فنحن وأعضاء جسد المسيح الأخر متحدين في جسد المسيح الواحد، نتشارك الأحزان والأفراح كما نتشارك البنوة ونتشارك الميراث المعد لنا من قبل تأسيس العالم. وانت بتقول أبانا دي، افتكر ان ليك اخوات، افتكر ان انت كمان بتطلب عنهم، مش بس صلاتك لوحدك، انت بتصلي من اجل ايه؟ من اجل الجميع. ولقوة الصلاة الجماعية قوة كبيرة وفاعلية عظيمة،
قوة كبيرة وفعالية إيه؟ وفعالية عظيمة. زي قوة الإيه؟ الكنيسة وهي بتصلي من أجل مين؟ من أجل بطرس، وزلزلت إيه؟ زلزلت السجن وفتحت الإيه؟ الأبواب. أيضا في بداية كلامنا مع ربنا في الصلاة بكلمة يا أبانا الذي في السماوات، وإحنا بنقول كده كأننا أظهرنا إيماننا أو أعلننا إيه؟ إيماننا. فتبدأ الصلاة بالشهادة لإيماننا بالله وللعمل به. لما نقول يا أبانا الذي في السماوات، بذلك نحن نعبد الله ويرى إيماننا. والمناداة ده هي ميزة لينا. ليه؟ لأنه مكتوب زي ما قال يوحنا في إنجيله 1:12، أما الذين يؤمنون باسمه فأعطاهم سلطانا، يعني ميزة، أن يدعوا أبناء الله. الإنجيل بنقراه في صلاة باكر، ده كلام العلامة إيه؟ تورتليان، علامة تورتليان. علامة أوريجينوس يعلمنا حاجة جديدة. يعلمنا إيه؟ يعلمنا إن إحنا كمؤمنين عندنا امتياز أو سلطان إن إحنا نكلم الله ونقول له يا أبي. فبيقول إيه؟ إن الذين يتوقون إليه يحظون بالتبني. اللي بيشتاق لربنا بينال التبني. فيعلم بولس الرسول قائلا زي ما قلنا في رومية 8:15، لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل روح التبني الذي به نصرخ أو ننادي يا آبا الآب في الصلاة. لكن أحبائي، يجي بعض الناس وينتقدون في تكرارنا لإيه؟ للصلاة الربانية في كل وقت، تكرارنا للصلاة الربانية في كل وقت، ويقولوا إيه؟ ويقولوا أنتوا بتكرروا هذه الصلاة كما لقوم عادة، بتقولوها بدون إحساس وبدون مشاعر حقيقية بالحاجة إليها. وصدقوني في كثير من الأحيان الكلام ده والدعاوي دي صادقة، سامحوني يعني. ساعات بنقول إيه؟ بنقول يا أبانا الذي في السماوات كده إيه؟ بسرعة وبدون تركيز وبدون فهم وبدون إحساس. افتكر زمان وأنا كنت صغير كان عندنا معلم في الكنيسة، فكان سريع جدا في إيه؟ في إن هو يردد الصلاة الربانية. تعرفين الصلاة الربانية بنقولها بتاع 90 مرة في الإيه؟ في القداس. الله ينيح نفسه المعلم دهوت، كان يقول إيه؟ أبانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة. فإحنا تعلمناها منه. فكان أبونا يقول لنا إيه؟ يقول لنا يا أولاد إحنا عايزينكم تقولوا الصلاة الربانية مش صلاة المعلم. ليه؟ لأن المعلم كان بيقولها بسرعة جدا، لدرجة إن في كلمات كتيرة جدا ما كانتش تبقى إيه؟ تبقى مفهومة ولا معروفة. فعشان كده أحبائي، يا ريت كل واحد فينا لما يجي يصلي الصلاة الربانية ديت يصليها بإيه؟ ببطء شديد وبإرادة حاضرة. وده الحل السحري، الحل السحري لأي واحد عنده مشكلة الشرود أثناء الصلاة. الإرادة الحاضرة بمعنى إيه؟ بمعنى إن يكون عندك قلبك وفكرك حاضر وإنت وقت واقف وقت الصلاة، مستجمع القلب، مستجمع الفكر. عارفين يعني إيه؟ يعني أحاسيسك وفكرك في إيديك كده، مش عمالة تشرد يمين وشمال، مش عمالة أفكر في الأكل وفي الشرب، مش عمالة أفكر بكرة هاكل إيه وأجي وأعمل إيه، والبنزين النهاردة بكام وبكرة هيبقى بكام. لأ، أنا واقف قدام ربنا مجمع أحاسيسي، مجمع فكري، لأن الصلاة التي تصلى في حضرة الله تحتاج إلى إعداد قلبي قبلها. ما عدناش بنستسيغ الصلاة الربانية ليه؟ لأن احنا بنصليها كما لقوم عادة ونكررها بدون إحساس حقيقي بالحاجة إليها. عايز تتذوق الصلاة الربانية، استجمع الفكر، خلي الإرادة حاضرة للصلاة من داخل القلب والفكر معا. حد رفع ايده؟ اتفضل لجرجس. مين اللي رفع ايده؟ ايوه انا ابونا. اتفضل يا حبيبي. انا بحب كلمة ابانا الذي قوي.
بس في نقطة بنعملها إحنا عندنا في الكنيسة وحاولت أكلم المعلمين فيها برضو مش نافعة. لما أبونا بيخلص القسمة وبيقول يا أبانا ويسكت، المعلم يقوم مكمل هو والشعب الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ما بيحبوش يقولوا يا أبانا مرة تاني. قلت له ده ربنا بيحب يسمع كلمة يا أبانا. قال لي ما أبونا قالها. طب أبونا قالها آه في الجزء بتاعه، بس لازم إحنا نعيد ونكرر عشان الشعب يقولها يا من أولها يا أبانا الذي في السماوات. فقدسك لو تلاحظها أبونا يقول يا أبانا لوحدي والشعب يرد الذي في السماوات ويكمل. فمش عارف أي قدسك. هو إحنا مفروض إن إحنا بنصلي مع أبونا، يعني كل الكلام اللي أبونا بيصليه أنا بصليه، أنا بقوله في سري، فأنا كمان قلت يا أبانا. وهو صح إن المعلم يكمل بعد أبونا مش إنه يبتدي تاني من ورا، لأن أنا مفروض إن أنا بصلي، يعني أبونا بيقول الصلاة وأنا كمان بصليه. خدت بالك يا جرجس؟ ممكن أقابلك ونتناقش فيها تقصيا يعني، لكن ملاحظة جميلة، كتر خيرك. طيب زي ما قلنا في الأول برضو إن كلمة يا أبانا دهيت والمناداة على الله إن هو أب ليا، دي كنز العهد الجديد، كنز العهد الجديد مش كده بس، لكن لما تقوله يا أبويا الذي في السماوات كأنك بتقوله إيه يا رب؟ بتقوله أنا جاي لك، أنا داخل لك المكان اللي أنت قاعد فيه. وما حدش بينادي أبوه من بعيد وأبوه قاعد على السطوح، لأ، ده اللي بيكلم أبوه بيدخله المكان اللي هو قاعد فيه. صحيح ممكن ينادي الملك وهو قاعد في القصر بتاعه من فوق وإحنا تحت يا جلالة الملك، لكن ما حدش فينا بيكلم أبوه وهو برا إيه؟ برا البيت، لأ، ده بيدخل ليحدث أبيه في قدس الأقداس، ليخاطب الآب مباشرة كأب لنا. عشان كده أحبائي وانت داخل تصلي هذه الصلاة تقول إيه؟ تقول استحضر، أو يقول المفسرين استحضر فيك روح البنين كابن مطيع في الحق والمحبة الصادقة من نحو الآب، فتقدم نفسك لأبيك في طاعة الحق وتقدم له مشاعرك كلها، المشاعر المصبوغة بالحب ودلة البنين. عشان إيه؟ عشان يتحنن أبوك عليك ويسكب عليك بعطايا الأبوة التي تقربنا إليه فنقترب. يعني إيه؟ يعني وإنت بتتكلم وتقول يا أبانا كده افتكر إن إنت ابنه، افتكر إن إنت بتسلك كما سلك، افتكر ان انت بتحمل صورته، افتكر ان هو اللي هيقول لك عليه هتطيعه، افتكر ان كل الحاجات ده هي هتحنن قلب ابوك عليك فيسكب عليك بعطايا الايه؟ الابوه. وكل ما تقول له يا ابويا يا ابويا بتقرب اليه اكتر وايه؟ واكتر. يقول بعد كده يا ابانا الذي في ايه؟ في السماوات. يعني ايه كلمه الذي في السماوات؟ يعني يا أبي الجالس على عرشه، الجالس على إيه؟ على عرشه، وحولك ملائكة وقديسين، لأنك يا أبي مرتفع عن كل خطية، مرتفع عن كل خطية. طيب هو الله في السماوات بس؟ وأنهي سماوات؟ الله موجود في كل مكان ومالئ الكل ولا يحويه مكان، لكن أنا لما أقول يا أبانا الذي في السماوات بفتكر إن أبويا دهوت مقدس ومرتفع، عشان السماء مرتفعة، وأيضا أبويا نقي، لأن لا يوجد في السماء شيء غير نقي ومرتفع عن الإيه؟ عن الأرض. بعض المفسرين يقولوا إيه؟ يقولوا من هي السماوات إلا قلوب القديسين. ما هي السماء إلا قلب إنسان قديس؟ عشان كده أحبائي وإحنا بنقول يا أبانا الذي في السماوات يجوز إن أنا أقول يا أبي الجالس على عرشك في قلبي، فقلبي سماء لك.
عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ يقول لانكم هيكل الله وروحه ساكن فيكم. الله، يبقى انا دلوقتي ايه؟ يبقى انا دلوقتي عندي روح ربنا جوايا، وعندي الهي ساكن في قلبي، وانا بناديله كاني دخلت الى قلبي وتحدثت مع الله الساكن في ايه؟ في قلبي. في مقولة للأب إسحاق توضح لنا الكلام ده، يقول إيه؟ وإذ نردف قائلين الذي في السماوات نتحاشى بكل مخافة إطالة البقاء في هذه الحياة عابرين هذه الأرض. ما أبويا في السماء، بقول له يا رب بسرعة أنا عايز أجيلك. نتحاشى بكل مخافة إطالة البقاء في هذه الحياة الحاضرة عابرين هذه الأرض، كمان هم في رحلة نسرع مشتاقين إلى المدينة التي نعترف بأن آبانا يسكن فيها، ولا نسمح لأي شيء أن يفقدنا الاستحقاق لهذه المهنة ولشرف التبني، ناظرين إليه كعار يحرمنا من مراس أبينا وبه يحل بنا غضب عدله وصرامته. يعني لما تقول له يا أبي الذي في السماء، يجي لك إحساس من جواك إن أنت مش عايز تقعد في الأرض، أنت عايز تروح لأبوك، وتبص للأرض كأنها إيه؟ كأنها السجن ليك، وإن روحك لما تطلع للسماء لتتحد بخالقها ده شوقك، ليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك إيه؟ أفضل جدا. يقول القديس أغسطينوس تذكروا أن لكم أبا في السماوات، تذكروا أنكم ولدتم من أبيكم آدم للموت، وأنكم تولدون مرة أخرى من الله الآب للحياة، فما تصلون به قلوه بقلوبكم. قلوه بإيه؟ بقلوبكم. برضو لما تقول يا أبانا، يا أبانا، في الحقيقة يا أحبائي الوحيد المستحق إن هو يصلي يقول يا أبانا هو ربنا يسوع المسيح. هذا النطق يا أبانا يحمل شخص ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي، لأنه هو الابن بالطبيعة، ولكننا تعلمنا منه إن احنا نقول لله أبانا. ليه؟ لأننا به وفيه نتكلم مع الله، بالمسيح وفي المسيح نتكلم مع الله، وبغيره بغير المسيح ليس لنا كلام مع الله ولا لله كلام معنا. ديس أثناسيوس يشرح الحتة دي جميل قوي، يقول إيه؟ إن كان يريدنا أن ندعوه أبا لنا، سوري، إن كان يريدنا سيد المسيح أن ندعو أباه أبا لنا، فيليق بنا على هذا الأساس ألا نقيس أنفسنا بالابن حسب الطبيعة. يعني أنت ما تقولش لا أنا زي المسيح، لا، ده هو ابن حسب الطبيعة، أنت ابن حسب التبني، فإنه بسبب الابن ندعو الآب هكذا. بسبب المسيح الابن الحقيقي إحنا بنقول للآب يا أبانا، إذ حمل الكلمة جسدنا وصار فينا. أنتم الذين قد اعتمدتم للمسيح قد لبستم الإيه؟ المسيح. لذلك يدعى الله أبانا بسبب الكلمة الذي فينا. يعني أنت بتقول يا أبانا عشان جواك المسيح، فإن روح الكلمة الذي فينا يدعو أباه خلالنا كأب لنا، الأمر الذي عناه الرسول بقوله ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب. يعني أنت بتقول أبانا من أجل المسيح الذي فيك، ومن أجل روح الله الذي إيه؟ الذي فيك. قديس كبريانوس يعلق على الصلاة الربانية ويقول إيه؟ يا لعظم لطف الرب، يا لعظم تنازله وكرم صلاحه نحونا، إذ يريدنا أن نصلي بطريقة ندعو بها الله أبا. شوفوا ربنا إزاي بيتنازل ويعطي نعمة لينا، ونحسب نحن أبناء الله كما أن المسيح نفسه هو ابن الله.
يعني انت خدت لقب ابن زي المسيح ما خد لقب ابن. بس خلي بالكم احنا هو حسب الطبيعة ابن، احنا حسب التبني، هنا اختلاف. لقب ما كان يكسر ان ينطق به في الصلاة لو لم يسمح لنا بنفسه ان ننطق به. يعني لولا المسيح قال لنا قولوا يا ابانا، ما كناش نقدر نقول لربنا يا ابانا من اجل خطايانا. لهذا يليق بنا ايها الاخوة الاحباء ان نتذكر هذا وندرك اننا ندعو الله ابا، فلنعمل بما يليق بابناء الله. وانت بتقول له يا ابانا، خلاص شوف الابن المفروض يعمل ايه. وكما تجدون لذة في دعوة الله ابا، فهو ايضا يجد لذة فينا. شوف التلذذ، انت بتتلذذ انك تقول له يا ابويا يا ربي يا ابويا، وهو ايضا يتلذذ لما يسمع منك هذه الكلمة يا بابا. كتير جدا مننا ما يحسش بالنعمة دي قوي، ان حد بيقولك ايه يا بابا، لكن يحسها قوي الانسان المحروم من الايه، من الكلمة دي. زي ما قلنا في الاول ان الصلاة الربانية كلها جاية بصيغة الايه، الجماعة، ابانا اغفر لنا. فقديس يوحنا ذهبي الفم بيقول ان هذه الصلاة في الحقيقة انما تقدم باسم الجماعة كلها، حتى ان قدمها الانسان في مخدعه. حتى لو انت لوحدك وبتقول الصلاة الربانية في مخدعك، فانت بتقدمها من اجل كل الايه، الكنيسة. انه يصلي باسم الكنيسة كلها بكونه عضوا فيها. ويقول القديس كبريانوس ايضا صلاتنا كلها جماعية مشتركة، عندما نصلي لا يطلب الإنسان عن نفسه بل من أجل الشعب كله، لأننا جميعنا واحد. يبقى ربنا يسوع المسيح لما علمنا الصلاة الربانية علمنا الوحدانية أيضا، علمنا أن احنا نصلي من أجل أعضاء جسد المسيح كلهم أيضا. لما قلنا الذي في السماوات، لما قلنا الذي في الإيه، في السماوات، القديس أغسطينوس يعلق عليها ويقول إيه، يقول الذي في السماوات لا نرفع قلوبنا نحو جلد السماء. يعني مش موضوع إن أنا إيه برفع عيني كده هوت فقط نحو الإيه، السماء، بل إلى أعماق قلوبنا بكونها السماء التي يقطنها أبونا السماوي. زي ما قلت لكم إنه كل قلب، زي البابا شنودة بيقول في الإيه، في واحدة من الترانيم بتاعته، إن كل قلب قد ذاب بالعشق سماكة. كل قلب ذاب في عشق ربنا هي إيه؟ هي سما لربنا. علامة أوريجينوس برضو يقول إيه؟ يقول إن حياتنا كلها هي صلاة بلا انقطاع، وصلاة تردد القول يا أبانا الذي في السماوات. ليه؟ لأن مواطنتنا لا تعود بعد إلى الأرض، إنما في السماء، زي ما بيقول بولس الرسول في فيليبي 23، لأن مواطنتنا ليست هي إيه؟ هي في الأرض بل في السماء التي هي عرش الله، فإن ملكوت السماوات يتربع في الذين يحملون صورة الإيه؟ صورة السماوي. أنت عندك صورة ربنا عليك، قلبك هو إيه؟ هو السماء اللي بيسكنها المسيح، وبذلك تكونون أنتم أيضاً أنفسكم سمائيين. بعد ما تقول يا أبانا الذي في السماوات، تقول ليتقدس اسمك. ودي الطلبة الأولى زي ما قلت لكم من الطلبات الثلاثة من أجل مجد الله، ومعناها لتعتبر يا رب قدوسا ويعرفك الجميع موقرا ومرتفعا فوق كل الخلائق. ليتقدس اسمك، كلمة ليتقدس اسمك دي ممكن نفهمها بطريقتين. واحد يقول ايه، يقول هو انا بصلي لربنا علشان اسمه يتقدس؟ ما هو قدوس في ذاته، ما هو قدوس في ذاته، امال انا بقول ليتقدس اسمك ليه؟
نفهمها مع بعض. نحن لا نطلب قداسة لله لأنه قدوس في ذاته. إحنا مش بنطلب قداسة لربنا، ده هو كمال القداسة، مش محتاج. بل نطلب تقديسه في نظرنا وفي حياتنا، كأني بقول له يتقدس اسمك في حياتي في نظري أنا، أي تكون قلوبنا نقية ومكرسة له فتصلح لسكناه. أيضا يا أحبائي يمكن أن نفهم كلمة ليتقدس اسمك أي ليتمجد الله في جميع خلائقه، ليتمجد الله في جميع خلائقه. نفهمها أكتر لما نشوف قديس أغسطينوس قال إيه. قديس أغسطينوس قال لماذا تسألون من أجل تقديس اسم الله؟ إنه قدوس فلماذا تسألون من أجل من هو قدوس أصلا؟ إنكم إذ تسألونه أن يتقدس اسمه فهل تطلبون من أجله أم من أجلكم؟ افهموا جيدا، إنكم إنما تسألون هذا من أجل نفوسكم، إذ تسألون من هو قدوس بذاته على الدوام أن يكون مقدسا فيكم. يعني يمكن أن نفهم ليتقدس اسمك هذه العبارة بمعنى ليتقدس اسمك في أنا، يعني يا ربي خلي اسمك يطهرني وينقيني. قديس كبريانوس برضو يقول إيه، لسنا نرغب أن يتقدس الله بصلواتنا وإنما نسأله أن يتقدس اسمه فينا، إننا نحن الذين تقدسنا في المعمودية نسأله ونتوسل إليه أن نستمر فيما بدأنا فيه. هذا ما نصلي لأجله كل يوم. يعني كأنك بتقول يا ربي أنا تقدست فيك في مياه المعمودية، قدسني كل يوم، إذ نحن في حاجة إلى التقديس اليومي. خلي بالكم الكلمة دي مهمة قوي، التقديس اليومي، إذ نسقط كل يوم ونحتاج إلى غسل من خطايانا بالتقديس المستمر كل يوم. يقول الرسول إننا نتقدس باسم ربنا يسوع المسيح وبروح إلهنا، ونحن نصلي لكي يتم هذا التقديس فينا. فقد حذر ربنا وديّاننا ذاك الذي طلب منه الشفاء ألا يخطئ مرة أخرى لألا يصير إلى حال أشر، الإنسان الإيه؟ الإنسان المفلوج. وها نحن نقدم هذه الطلبة في صلواتنا باستمرار كل يوم، تقول لربنا قد تقدس جوايا، سائلين إياه ليلا ونهارا أن يحفظنا بحماية التقديس الذي نلناه من نعمته. أيضا يا أحبائي نقدر نفهم كلمة لتقدس اسمك على أننا نسأل أن يعرف الناس في كل مكان الإله الحقيقي القدوس وكل صفاته المجيدة، ويعبدونه حق العبادة ويمجدونه حق المجد، زي السيد المسيح ما صلى وقال إيه، أيها الآب مجد اسمك، فجاء صوت من السماء قال مجدت وأمجد أيضا. نقراها مع بعض، ده هي في يوحنا 12. يوحنا 12 مدام موندا، يوحنا 12 عدد 28. أيها الآب مجد اسمك، فجاء صوت من السماء مجدت ومجد أيضا. بالضبط كده، ليتقدس اسمك. السيد المسيح، السيد المسيح قال أيها الآب مجد اسمك، وأنا بقول له يتقدس اسمك. بمعنى إيه؟ بمعنى يا ربي خلي الناس تعرف إن اسمك قدوس وصفاتك مجيدة في كل مكان. يمكن أيضا للمؤمن أن يقدس اسم الله بشفتيه كما بقلبه كما بتصرفاته. لما بقول له يتقدس اسمك فأني أقدس الله بشفتي بقلبي وبتصرفاتي. أجمل طلبة يا أحبائي نبدأ فيها كلامنا مع ربنا هي الطلبة التي تعطي مجدا لله. أول ما أكلم ربنا أقول له يا ربي
ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. كل دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن توسلات لمجد الله، لمجد الله الآب. ودي أهم حاجة نبتدي بها صلاتنا. ما حدش يدخل على أبوه أبداً ويقول له إيه؟ من قبل ما يقول له صباح خير، يقول له أنا عايز كذا وكذا 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 وكذا. لأ، ندخل لأبينا ونقول له يا أبي أنا بحبك يا أبويا، أنت أحسن أب، أنا أتمنى لك كل حاجة حلوة وكل شيء جميل، أنت ممجد، أنت معظم، أنت مبجل. وابتدي بعد كده أتكلم عن إيه؟ عن أي حاجة تانية. هذه الطلبة خير طلبة نبدأ بها كلامنا مع إيه؟ مع الله، بأن نعطي مجدا لله، لأنه يجب علينا أن نمجد الله قبل أن نتوقع أي رحمة أو أي نعمة من عنده. يجب أن تكون كل عواطفنا وأفكارنا في الصلاة موجهة بالأكثر إلى مجد إيه؟ إلى مجد الله. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد إيه؟ لكم. يبقى النهاردة ربنا يسوع المسيح بيعلمنا الطريقة المثلى والإجابة النموذجية اللي نجيب بيها 100%. لما تحب تكلم ربنا، دي الطريقة اللي تكلم بيها إيه؟ تكلم بيها ربنا. قال ربنا المجد دائما أبديا أمين. قدامنا دقيقتين، ممكن إيه؟ ممكن اللي عنده سؤال يتفضل يسأل. هو هنا في حد كاتب سؤالين، خلينا أقراهم. Why did they remove خبزنا كفافنا؟ بنقول الذي لغد. إحنا هنجيلها كمان مرة أو مرتين، هنفهم الكلمة بتاعت خبزنا الذي لغد وخبزنا الجوهري، وهنتناقش فيه. بنقول الذي لغد لغد لازم. مدام إيفون بتقول نعم أنا برضو مش محب أغير كلام ربنا، مش فاهمها للتغيير. هنجيلها صدقوني، ما تستعجلوش. المرة الجاية إن شاء الله أو اللي بعديها. في حد تاني يحب يسأل أي سؤال تاني؟ إحنا موجودين للمناقشة، اللي يحب يتناقش تفضلوا.